حضرت احتفالات جوه النادي، اه طبعا، قول لي بقى لحضرات الاحتفالات اللي حضرتها جوه النادي. يعني بعد كان بيبقى معظم ماتشات مثلا فوز الزمالك على الاهلي كنا بنبقى لازم نروح النادي بعدها، يعني لان بتبقى لها فرحه كبيره عند جمهور نادي الزمالك. اقتصاد انت المفروض بعد المباراة عايز تروح البيت لان لا المسافة مش بعيدة، مشكله، يعني انا ما تفرقش معاك بقى، بوصل تاني يوم الصبح مش مشكله، المهم بس انت بس تبقى ابقى مبسوط وسط مبسوط وابقى الجماهير. شفت نادي الزمالك وهو يعني الفرحه اي تعب قصاده بيروح، لان جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك حاجه كبيره قوي يا كابتن، حاجه كبيره فوق الوصف، حب يعني بيتورث، انا ورثته وبورثه لاولادي.